بسم الله الرحمن الرحيم. أحباء الطلبة، أتمنى إن شاء الله الجميع يكونون بخير وعافية. نستكمل محاضرتنا الخاصة بالخصائص المصفوفات. تقدم الكلام في المحددات determinants، وبينا أنه في الديترمينانس أن ناتج الديترمينانس هو رقم محدد، رقم يعني قياسي. اليوم إن شاء الله راح نكمل المحاضرة وهي الجزء الأخير من Properties of Matrices، خصائص المصفوفات، وناخذ فد مصطلح جديد اسمه الماينرز للمصفوفة. الماينرز طبعا ترجمته باللغة العربية قد يصعب أحيانا نقل المفهوم بشكل دقيق، لكن هي تقريبا معناه المقصرات أو المصغرات للمصفوفة. هنا الماينرز هو نفس الديترمينز تماما، بل يعتمد على الديترمينز، لكن الناتج يكون مصفوفة، ما راح يكون رقم مثل الديترمينز. هو عبارة عن ديترمينز داخلي، يعني ناخذ لكل عنصر ديترمينز مالته بداخل المصفوفة، وبالتالي ينتج مصفوفة. يعني شنو يقول؟ لكل مصفوفة عادة احنا ناخذ مصفوفة ثلاثية اولا، ثم اذا نتقدم بالموضوع راح ناخذ مثلا احجام اكبر، 4 في 4، 5 في 5، 6 في 6. وقلنا يجب ان تكون هنا المصفوفة شنو؟ يجب ان تكون المصفوفة مربعة، يعني ذات عدد صفوف وعدد اعمدة متساوي. طيب يقول لكل عنصر، شوفوا لكل عنصر داخل المصفوفة اللي هو ماخذ مثال الآن 3 في 3، هنالك مصفوفة أخرى داخلية لهذا العنصر حجمها 2 في 2، هي كانت 3 في 3 المصفوفة الكلية لهذا العنصر المحدد اللي أنت تبحث به، تريد تطلع على الماينر مالته، راح يتبقي من المصفوفة 2 في 2. شلون هاي صار 2 2؟ بعد أن حذفنا السطر والعمود الخاص بذلك العنصر، يعني نفس طريقة الديترمينانت. يقول the determinant of 2 في 2 matrix is called the minor of that element، وبالتالي هذا الديترمينانت اللي نطلع على المتبقي من المصفوفة بعد حذف السطر والعمود لذلك العنصر، هذا الديترمينانت يسمى الماينر، المصغر أو المقصر لذلك العنصر. يعني شنو؟ يعني لو كانت عندنا هسه هاي الاي المصفوفة اي اللي هي قياسها 3 في 3، طيب بها 9 عناصر، 3 في 3 يعني 9 عناصر، بها 9 ارقام بداخله. طيب هسه اذا اريد اطلع الماينر مال هذا العنصر، شو يقول هو؟ طبعا الماينرز يعني المصفوفة بداخلها اكثر من ماينر، لكل عنصر له ماينر، ماينر هنا، ماينر هنا، ماينر هنا، ماينر هنا، ماينر وهكذا، لهذا نقول ماينرز اوف اي. جيد، لهذا العنصر اذا اريد اطلع للماينرز يقول اول شيء يسوي تحذف السطر مالته وتحذف العمود، راح يتبقى من المصفوفة شنو؟ اذني الارقام الاربعة اللي هي 2 2 2 3 3 2 و 3 3، طلع لها الديتيرمنت مالتها وخليها مكانه، فصار هذا الديتيرمنت اللي خليته يسموه الماينر مال هذا العنصر. وهكذا بالنسبة للعنصر الاخر، نحذف العمود، نحذف السطر، شو بقى عندنا؟ نطلع الديتيرمنت نخليها مكانه، فصار الماينرز مال المصفوف. طيب هنطبقهن لهذا العنصر واحد واحد، نحذف السطر، نحذف العمود، شو يبقى عندي؟ يبقى عندي هذني الاربع عناصر اللي هي 2 2 2 3 و 3 2 و 3 3. للثاني احذف السطر، احذف العمود، يبقى واحد 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 3، احذف السطر عفوا احذف السطر واحذف العمود، يبقى عندي 2 1 و 2 3 و 3 1 و 3 3. طيب الثالث أرد أحذف العمود، أحذف السطر مالته، شو يبقى عندي؟ 2 1 2 2 3 1 3 2، وهو هذا، وهكذا بالبقية. خلوا ببالكم هاي العلامة شنو؟ determinant، يعني مو هو هذا نخليه، وإنما نجد الديتيرمينانت ونخليه، راح يطلع من الديتيرمينانت شنو بالمحاضرة السابقة؟ يطلع رقم، يعني نشيل هذا الرقم ونخلي مكانه رقم، بس هذا الرقم الجديد من إجا؟ هو المحدد مال المتبقي من المصفوفة بعد حذف السطر والعمود لذلك العنصر اللي احنا نريد نخلي مكانه الرقم الجديد. طيب بالنسبة لهذا، من نحذف السطر مالته ونحذف العمود يبقى 1 1 1 3 3 1 3 3، وهو هذا، وهكذا بالنسبة للبقية. راح نشوف بالنسبة للأخير مثلا، لو نحذف السطر ونحذف العمود يبقى 2 1 1 1 2 2 1 2 2، وهو
نشوف المحدد للعنصر الأخير. كم عنصر صار عندنا؟ هن 9 عناصر. بالفعل أيضا 9 عناصر، 9 محددات، كل محدد يعني عنصر جديد. لهذا الماينرز هي مصفوفة تأخذ نفس الحجم للمصفوفة الأم، إلا أن أرقامها تختلف تماما عن الأرقام الموجودة بالأصل، وهي ناتجة من المحدد لكل عنصر بما يقابله بعد حذف سطرة وعمودة في المصفوفة الأخيرة وإيجاد المحدد لهم. طيب ناخذ تطبيق، ماكو هو هذا، هاي المحاضرة مالتنا فقط، خلينا ناخذ تطبيق عليها. مثال يقول أوجد لي الماينرز لهاي المصفوفة 3 في 3، تمام؟ هاي 3 في 3. طيب شلون أجد الماينرز؟ نجي أول ماينر مال هذا العنصر، شو أسوي؟ أحذف السطر وأحذف العمود، إيش قد يبقى لي؟ يبقى لي ذن العناصر. أجد الديتيرمنت وأخليه هنا، أول مرة خنسوي وجدنا الديتيرمنت، هذا من أحذف السطر والعمود، شو يبقى؟ 4 6 ناقص 7 9، هذا تمام. ثاني أحذف العمود، أحذف السطر، يبقى -2 6 0 9، تمام. والثالث أحذف العمود، أحذف السطر، -2 4 0 ناقص 7، تمام. الجواب شوفوا لكل عنصر إلى محدد للمصفوفة ما تبقى من المصفوفة، أوكي؟ لا إشارات تختلف ولا هم يحزنون، كل شيء من سوى فقط إيجاد محدد للمتبقي من المصفوفة بعد حذف السطر والعمود لكل عنصر أنت تريد تطلع له قيمته الجديدة في الماينرز. طيب الأربعة نحذف العمود مالها والسطر يبقى 1 ناقص 5 0 9، مضبوط. ثالث الستة العمود السطر يبقى 1 3 ناقص 2 4، مضبوط. العفو 1 3 0 ناقص 7، تمام. بالنسبة للثالث الصفر نحذف العمود، نحذف السطر يبقى 3 ناقص 5 4 6، مضبوط. وهكذا بالنسبة للأخير نحذف العمود ونحذف السطر مالته الأخير، يبقى عندي 1 3 ناقص 2 و4، وهذني العناصر الجديدة. طيب هذا الرقم وينه؟ تذكرون بالديتيرمنت؟ وجدنا الديتيرمنت للعنصرين، مين من حاصل ضرب هذا في هذا ناقص حاصل ضرب هذا في هذا، تمام. هسه 4 في 9 ايش قد يصير؟ 4 في 9 36، ناقص 7 في 6 42، الناتج ايش قد راح يكون؟ يعني 4 في 9 راح يصير +6 في 7 42، و36 اكيد 78. اذا هذا الرقم الاول صح. نجي للثاني مثلا، -2 في 9 -18 -0 -18، صح. وهكذا -2 في -7 14 -0 في 4 0، اذا 14 هو الصح. وهكذا اذا شوفوا، وهكذا كل الارقام البقيه تطلع بنفس الشاكله. ورا ما طلعت هذه المصفوفه ايش قد السايز مالتها؟ 3 في 3. ايش قد كانت الام؟ 3 في 3، اذا نفسها. شنو اللي اختلف؟ انه كل عنصر نشيله خلي مكان المحدد مالته، من نطلع المحدد بعد حذف السطر والعمود مالته المتبقي نجد له المحدد مالته، وهو البديل عن العنصر الأساس، وبالتالي يسمى الماينر مالته، والجميع يسموها الماينرز مال أي. من أجي أقول لك طلع لي ماينرز مال أي، أسوي هاي الخطوات لكل عنصر تجد المحدد المتبقي بعد حذف السطر والعمود. وخلوا بالكم نقطة مهمة، أن الناتج مال الماينرز هي مصفوفة وليس رقم مثل الديتيرمنت مال مصفوفة. من نجي الديتيرمنت مال مصفوفة بالنتيجة يطلع رقم. طيب هنا عندي بعد ملاحظة، هاي المصفوفة ايش قد؟ 3 في 3. طيب من حذفنا سطر وعمود لأي عنصر ايش قد متبقى؟ 4 عناصر، يعني 2 ب2. طيب الديتيرمنت نجده بسرعة، مجرد حاصل ضرب هذا في هذا ناقص هذا في هذا. طيب إذا كانت المصفوفة أكبر، نفس العملية مال الديتيرمنت، نفس العملية، فقط أنه راح نضيف خطوة إضافية لتبسيط الحل وهكذا لإيجاد. يعني موضوعنا هنا مو موضوع ديتيرمنت، هنا موضوع شنو؟ الماينرز. فكرة الماينرز نشيل العنصر نخلي مكان الديتيرمنت مال المتبقي مال المصفوفة. يعني المصفوفة لو كانت أكبر، مثلا المصفوفة ب حجمها 4 في 4، مثلا من أجي أقول لك حجمها 4 في 4، تقول لي مثلا أرقام 1 2 3 4، طيب 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16، طيب هاي مصفوفة. أقول لك اعطيني الماينرز مالتها، ماكو فرق، مجرد أنه كل عنصر أحذف السطر مالته والعمود والمتبقي أجد للديتيرمنت مالتها. يعني بالنسبة للأولى مثلا العنصر الأول
اقول الماينرز مال بي، الماينرز مال شنو؟ اوف بي، مصفوفه بي. ايش راح يساوي؟ افتح قوس كبير، نجي لهذا، خلي الديتيرمنت، احذف العمود مالته واحذف السطر، شو متبقي عندي؟ 9 ارقام اللي هي 6 والسبعة والثمانية والعشرة والدعش، هاي طبعا 12 وهي 13 14 15 اوكي، الدعش وال12 تمام، وبعد ال14 وال15 وال16، هاي مالت من؟ مالت العنصر الاول. العنصر هذا الثاني هم نخلي الديتيرمنت مالته، احذف العمود واحذف السطر مالته، شو يبقى عندي؟ 5 7 8 هنا 9 13 والسبعة 11 15 والثمانية جواها 12 16 تمام. العنصر الثالث هذا، احذف العمود احذف السطر، شو يصير عندي الثالث؟ 5 6 8 5 6 8 وهكذا ننزل 9 13 والستة 10 14 والثمانية 12 وال16. طيب هذا العنصر الثالث. العنصر الرابع اللي هو هذا، العنصر الرابع نحذف العمود نحذف السطر، فعدي 5 و6 و7 وال5 الجواها 9 وال13 وال6 10 14 وال7 جواها 11 و15 و6 ديتيرمنت. هنا تخلص المصفوفة بالنسبة للسطر الأول. السطر الثاني الخمسة، أحذف السطر مالتها، أحذف العمود، شو يبقى عندي؟ يبقى عندي 2 3 4 تمام، و10 14 و11 15 و12 16 وهكذا. بالنسبة للرقم 6 أشيل العمود أشيل السطر مالته، شو يبقى عندي؟ 1 3 4 والواحد جواد 9 و13 عفوا، والثلاثة يصير جواها 11 وال15 والأربعة جواها 12 وال16 وهكذا. بالنسبة للسبعة والثمانية والدور التسعة والعشرة نشيلها والدعش وال12 وجوا 13 وال14 وال15 وال16، هاي المصفوفة الجديدة اللي راح تنتج ايضا اربعة اربعة شنو؟ في اربعة. هسه يقول لي واحد هذا الديتيرمنت شلون اطلعه؟ تراجع المحاضرة السابقة، شلون اطلع ديتيرمنت مال الثلاثية؟ تذكرون؟ اكيد راح تقول لي شنو؟ راح تقول لي هذا ناخذ اي بداخله، سواء كان سطر او عمود احنا نختاره يكون هو المحور الرئيسي. احنا هسه مثلا اذا اختارينا هذا نعطي هذا زائد، نبدأ بالزائد دائما من الركن العلوي، زائد هنا يصير العفو ناقص، وهنا شو يصير؟ زائد، يعني راح يصير 6 في شنو؟ نحذف العمود نحذف السطر، هذا في هذا ناقص هذا في هذا، اذا 6 11 في 16 ناقص 12 في 15 بعد ناقص 7 في، نحذف العمود نحذف السطر، شو يبقى عندنا؟ 10 12 و14 16، هذا في هذا وهذا ناقص هذا في هذا، اذا 10 في 16 ناقص 12 في 14 بعد زائد 8 في 8 في، نحذف العمود نحذف السطر، 10 11 14 15 يصير 10 في 15 ناقص 11 في 14، شوفوا عيني، وهذا راح يساوي هذا في هذا ناقص هذا في هذا زائد هذا في هذا، راح يطلع رقم نشيله ونخليه بهذا المكان، فصار عندي رقم هنا اوكي، وهكذا البقيه. فراح تنتج مصفوفه، عفوا الماينرز مال بي وهي مصفوفه 4 في 4. هذا تقريبا اخر محاضره او اخر جزء من المحاضره الخاص بالخصائص المصفوفات، واخذنا بها عمليات الجمع والضرب والاضافه للديتيرمنانس، واليوم اخذنا الماينرز. هذا تقريبا ملخص، ان شاء الله راح نبلش الدور بالطرق الاخرى الخاصه بايجاد المجاهيل في المعادلات باستخدام المصفوفات.
حاولوا تعيدوها أكثر من مرة لأحكامها. شكرا لكم ونسألكم الدعاء.